السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة فيجو جيمنج. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير، ويا رب كل اللي بيتابعنا يكون بخير. مكملين معاكم في شروحات الجيم مود ومزايا وخواص الجيم مود في الريد ماجيك. بس قبل ما نبدأ، حابب اشكر كل الناس اللي بتدعمني وبتشجعني وبتعمل لايك وتعليقات، بصراحة بتشجعني وبتخليني اكمل واستمر. بجد شكرا ليكم، ولولا كلامكم الحلو دوت ودعمكم انا والله مش هقدر اكمل، او يعني ما كانش هيبقى عندي الحماسة ان انا اكمل في الفيديوهات دي بسرعة كده. فيلا بينا كده نبدأ النهاردة، وهنتكلم على موضوع حساسية اللمس. انا كنت طبعا اتكلمت عنها قبل كده وقلت ان في حاجة هنا بتزود حساسية اللمس، فهشرحها لكم كده النهاردة وهقول لكم هل هي بتفرق ولا لا. حابب برضو اتكلم عن خاصية فصل الشحن، وقد ايه يا جماعة الخاصية دي عظيمة وبجد بتفرق جدا 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 في الحاجات اللي انت ممكن تعملها هنا في التليفون. يعني مثلا في موضوع الاداء وموضوع اللمس اللي احنا هنشرحه كمان شوية، الكلام ده كله المفروض ان هو بياخد كتير قوي من الشحن وبيخلص البطارية بسرعة. بس مع خاصية فصل الشحن ديت، انا عايز اقولك ان انت ما بيبقاش في اي مشكلة في الاداء، بتقدر تعمل الحاجات دي كلها والاداء معاك بيكون ثابت وكويس ومفهوش اي مشاكل. وعشان اكد الكلام ده، انا امبارح لعبت 7 ساعات متواصلين، ودي يعني تقريبا اول مرة اعملها من فترة كبيرة قوي ان انا افتح اللعبة او العب الوقت ده كله. كنت بلعب على اعلى اداء واعلى معدل لمس، والاطارات كنت عاملها على اعلى حاجة، والتليفون كان مكمل معايا بدون اي مشاكل. الاداء كويس جدا مفهوش اي حاجة، التليفون مش بيسخن، بيدفى اللي هي الحرارة الطبيعية، بس طبعا مش بيسخن زي ما كان بيحصل الاول، او بيبقى فيه سخونة عالية يعني لدرجة ان انت ما تقدرش تلعب او تأثر على الاداء بتاع التليفون او تأثر على الفريمات بأي شكل من الاشكال. الموضوع بصراحة كان حلو جدا وعجبني، ويعني انا كنت مبسوط بالجهاز وكنت مبسوط اصلا بالاداء بتاع الجهاز وانا بلعب بصراحة الوقت ده كله. فنصيحة مرة تانية لأي حد بيلعب لأوقات طويلة او بيلعب يعني على الاداء او محتاج اداء عالي، لازم تستخدم الخاصية دي، بجد هتفرق معاك جدا. الجهاز مش هيسخن معاك، الدنيا هتبقى معاك تمام وبدون اي مشاكل ان شاء الله. بس نرجع بقى لموضوعنا ونكمل شرح الجيم مود. وانت فاتح اللعبة او اي لعبة انت عايزها، هتسحب الشاشة من اليمين او الشمال زي ما قلنا. تاني اختيار على الشمال هتلاقي اسمه سيتنجز، هتخش فيه هيطلع لك القايمة زي ما احنا شايفين دي. اول حاجة اللي هي ادجاست اوبريشنز، دي ليها علاقة بموضوع الشاشة واللمس، وهتلاقي كمان الجيروسكوب الخاص بالجهاز تقدر تعليه وتوطيه من هنا من الاختيار دوت. واحنا هنتكلم حاليا عن موضوع الشاشة بس، مش هنتكلم عن الجيروسكوب، الجيروسكوب ده هخليه في فيديو لوحده. فهو هنا مديني اختيارين اللي هي 320 هرتز و720 هرتز، هو واحد هنا مديني هاي والتاني مديني الترا هاي. انا عايز اقول لكم ان اصلا استجابة الشاشة سريعة من غير ما انت تعمل اي حاجة من دول، بس لو خليتها على ال720 وطبعا عليت السنسيتيفيتي والسموثنس بتاعة اللمس. هي السموثنس ديت ليها علاقة بان انت لما تحرك صباعك على الشاشة مش لما تضغط على الشاشة، والسنسيتيفيتي ليها علاقة بصباعك لما بيتضغط على الشاشة بيديك يعني سرعة قد ايه او سرعة الاستجابة بتكون قد ايه. هو الموضوع ده بيفرق؟ اه بيفرق، هتحس بفرق في استجابة الشاشة فعلا واللمس بتاع الشاشة طبعا بي ومن غير، يعني هي اوريدي زي ما قلت الشاشة اصلا سريعة، بس لما تعمل الحاجات ديت هتحس بفرق سرعة رهيب في استجابة الشاشة واللمس عندك. فالاوبشنز دي بصراحة هي مش منظر على الفاضي، لا هي بتفرق، ومع التجربة فعلا حسيت ان هي فرقة كتيرة في اللعب. للاختيار اللي بعد كده من القائمة اللي على الشمال اللي هو performance او الاداء، هنا مديني 4 اختيارات للاداء. اول واحد اللي هو balance، وهنا طبعا التليفون بيظبط الاداء بتاع الجهاز على حسب احتياج اللعبة. تاني حاجة اللي هي rise، ديت بتزود لنا الاداء شوية بس يعني ركز اكتر على موضوع الجي بي يو، او يعني كارت الشاشة المفروض اللي هو موجود في الجهاز، اللي هو بيركز اكتر على الالعاب اللي بتحتاج منظر او شكل. تالت حاجة اللي هي بياند، دي اللي هي بتركز على المعالج اكتر، لي طبعا للالعاب اللي محتاجة بيرفورمانس عالي او اداء عالي زي بابجي. في بقى الاختيار الرابع اسمه هنا انفينيت، ده لما بتشغله المفروض ان الجهاز بيشغل اعلى حاجة في البروسيسور وفي الجي بي يو اللي هو المفروض كارت الشاشة، بحيث ان هو بقى يديك اعلى اداء في كل حاجة، في البرفورمانس وفي
المناظر بتاعت اللعبة، في كل حاجة. بس الفكرة في الموضوع هنا ان هو بيسحب كتير قوي من الشحن وبيسخن التليفون. يعني انا لما جربته من غير خاصية فصل الشحن التليفون سخن معايا، ويعني سخن حبة حلوين، فبصراحة يعني ما حبيتش اكمل بيه، وعشان كده استخدمت خاصية فصل الشحن على طول. بس انا في الطبيعي طبعا مش بستخدم الحاجات دي، او مش بحب يعني اوصل البروسيسور ان هو يقدم اعلى اداء، لان ده بحس ان هو بيأثر على الجهاز نفسه وعلى عمر الجهاز فيما بعد. فبحب اخليها على البالانس اللي هي المتوازي، وبسيب التليفون هو يختار الاداء او يظبط الاداء على حسب ما هو محتاج. الاختيار اللي بعد كده اسمه شو، وده من خلاله بتقدر تظبط الالوان على حسب ما انت محتاج، او على حسب ما انت بتحب الوان كتيرة، بتحب الوان فاقعة، الوان بهتانة، تحب الشاشة تبقى منورة، في عندك كذا اختيار تقدر تختار منهم وتظبط على حسب ما انت عايز. فطبعا دي يعني حاجة شخصية، كل واحد بيحب الوان معينة او حاجات معينة يقدر يظبطها زي ما يحب. الاختيار اللي بعده كده اسمه function allocation، ده ليه علاقة بالتصوير، وبيقولك يعني جودة التصوير اللي انت محتاجها بتقدر طبعا تغيرها من هنا في SD و HD على حسب ما انت عايز. الاختيار الخامس والاخير plugin settings، ده من هنا بتقدر تضيف المزايا اللي احنا كنا اتكلمنا عليها امبارح في يعني القائمة بتاعة الجيم او القائمة بتاعة البلوجنز. يعني مثلا كلمة using ديت لو انا شلت من عليها المارك او العلامة زي ما احنا شايفين كده، وجيت دخلت على كلمة بلوجنز من الجيم مود، مش هتلاقيها موجودة في القائمة زي ما احنا شايفين على اليمين. انا مش فاهم بصراحة يعني ايه الفكرة في الموضوع، بس اوبشن من الاوبشنز. اكيد يعني الشركة برضو ليها رأي في حاجة زي كده، هي مش هتفرق اذا كانت موجودة في القائمة او مش موجودة او مش موجودة يعني، فمش هتكلم في الموضوع ده كتير. غالبا احنا كده قربنا نخلص شروحات الجيم مود، فاضل بس حاجات بسيطة. وبالنسبة للناس اللي مش عارفة خاصية فصل الشحن بتشتغل ازاي، فهقولها لكم سريعا كده. الفكرة كلها ان انت بتفتح الجيم مود او اي لعبة يعني، وتفتح الجيم مود وبتوصل الشاحن، وبعدين هتلاقي في العلامة اللي انا معلم عليها ديت، اول ما بتوصل الشاحن وبتدوس عليها بتقدر تفتحها، وهتلاقي يطلع لك رسالة اللي هي charge operation او charge separation on. بس دي معناها كده ان الخاصية شغالة، وانت كده يعتبر بتلعب على الكهرباء على طول، مش بتستخدم البطارية. بكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة وشرح النهاردة، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. يا ريت ما تنسوش اللايك، ولو انت اول مرة تشوفنا يا ريت تشترك وتنورنا. هسيبكوا بقى مع الروم ديت، انا فيها كنت مستخدم اعلى اداء واعلى لمس واعلى كل حاجة في الجهاز. هسيبكم تتفرجوا عليها وتقولوا لي رأيكم. اشوفكم في فيديو جديد وشرح جديد على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ اللعيبة موت موت بارك يا كفر مي انا بوت انا بوت وغبي ريلودينج اكسباير كفر مي كفر يابا كفر كفر انا ريلودينج كيلت يسطا بالراحة بالراحة ريلودينج
افتح المايك يا اسطى. افتح الموبايل. بقول لك ايه، معلش معلش، هي الحساسيه القديمه اللي انت كنت بتلعب بيها اثرت معاك في حاجه؟ يا عم تتعلم مين اقوى قوي دي يا عم انت؟ قول لي. يابا يابا انت بتاعتي يابا. كفر مي انا مالي يا عم انا مالي. حاولت اعمل زي نوت كيرو. Reloading. يا اسطى انت في ايه في ايه؟ ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ Reloading. Cover me. Reloading. Enemy down. Yes, I can do this. Cover me. Reloading. Target down. إذا وانت كتبت كمان. Reloading. Cover me. Let's go. Let's go. يا با يا يا مش لا cover me. ما بوش داس كام بوش وي target down. الحمد لله الحمد لله. Reloading.
معايا غير الدور والله. ايه ده؟ Cover me. Reloading. Cover me. Cover. Dead. Cover me. Reloading. الحمد لله يعني على طارق. Cover me! Reloading! The red team doesn't have a lot of time left. Clear! Cover me! Yeah, I'm here. Cover me! Blue team victory. يا صاحبي انت وحشة تلاشي.